من اصعب الاشياء اللي احنا ممكن نشوفها انك انت تطلع مجتمع جديد. ده محتاج حاجات كتيره، محتاج اداره ومحتاج تخطيط ومحتاج رؤيه للمستقبل ومحتاج استيعاب للناس اللي بتجيلك في هذا المكان، محتاج التسكين، محتاج تتابع الطرق، محتاج تتابع كل حاجه ممكن تتخيلها. وبالاضافه الى ذلك عيب انك انت يكون عندك ناس ساكنه وانت مستمر في التطوير والبناء، امنهم، سلامتهم، احتياجاتهم، ثم ايضا انتقال الجديد ثم تطوير الجديد. المهندس مصطفى هارب مساح، رئيس جهاز مدينة سوهاج الجديدة، اهلا بيك في الحياة. اهلا بسيادتك يا فندم. اهلا. قل لي انت بقالك هنا كم سنة، وفي نفس الوقت ايضا ايه المساحة، ايه المدينة دي؟ انا هنا تم تعييني رئيس جهاز مدينة سوهاج الجديدة في شهر 9 سنة 2021. مدينة سوهاج الجديدة هي مدينة بناء على توجهات القيادة السياسية لحل مشاكل الإسكان في محافظة سوهاج، تم إنشاء على مساحة 30,351 فدان. 30,300 فدان يا فندم. تمام. لاستيعاب قدرة تصميمية لسنة الهدف 2050 إن شاء الله تستوعب 1.5 مليون نسمة. لا ثانية واحدة. المدينة اللي أنت فيها دي متوقع إن أنت خلال لغاية 2050 1.5 مليون بني آدم؟ إن شاء الله يا فندم. طب والبنية الأساسية اللي معمولة فيها هتستوعب ده؟ البنية الأساسية مصممة على إنها تستوعب الكلام ده. هي تم تنفيذ المدينة بيتم تنفيذها على مراحل. كل جزء بيتم التنفيذ بتاعه، المرافق بتاعته بتتم، وبناء عليه المشروعات بتاعت المنطقة بتتم والتسليم إلى أهل سواء قطع أراضي أو وحدات سكنية، وبيتم نقل السكان وإشغال المدينة من السكان وتوفير فرص اللي هو السكن الملائم لأهل سواء. لا ثانية واحدة. يعني أنت قصدك تقول لي إن هذه المدينة أنت بتنقل فيها وبتلاقي شغل؟ بنقل فيها أنا، لأن أنا بشتغل على مراحل، عندي خطط مستقبلية حتى سنة الهدف. كويس. الوقت احنا في المرحلة كام؟ يعني الرئيس في زيارته بيفتتح مرحلة رقم 1، مرحلة 2، مرحلة 3، بيفتتح ايه؟ كمخطط بنتكلم كمرحلة ثالثة، كمخطط كمرحلة ثانية كما سيادتك. فاحنا اشتغلنا، كان في مرحلة بدأت بالأول ب 2200 فدان، وبعد كده دخلنا في مساحة، زودنا المساحة لحد ما اشتغلنا النهاردة بتكلم في 15,000 فدان من إجمالي 30,000. يعني نص تقريبا مساحة المدينة. نص مساحة المدينة. ده كم وحدة سكنية اتعملوا؟ اللي تنفذ في المدينة حتى الآن من تاريخ إنشاء المدينة 8,342 وحدة. والأحياء دي كلها ساكنة؟ الأحياء دي أنا يعني بتكلم على إن عندنا نسبة إشغال عالية فيها. بدأ أنا بتكلم في 7 أحياء. فيهم 5 أحياء فيهم هم نوع الإسكان اللي بتكلم عليه اللي هو العمارات، نماذج العمارات متفرقين على أكثر من منطقة. نسبة الإشغال في كل حسب كل منطقة على حسب لها نسب اشغال مختلفة، بس نسبة الاشغال في المدينة الحمد لله يعني بدأت في تزايد في الفترات الأخيرة بفضل التوجهات السياسية لفقم. يعني ماشي، كل الناس تقعد تقول بتوجهات التوجهات، هل انتوا فتحتوا للناس أكتر؟ بنيتوا للناس أكتر؟ طبعا سيادتك. يعني إيه، ما هي التوجيهات اللي أصدرها الرئيس اللي خلت الناس تقبل وتبدأ تعود إلى هذا المكان؟ أنا بتكلم اللي هو فخامة الرئيس كان ادانا توجيهات ببناء اسكان اجتماعي وسكن لكل المصريين، كان المنفذ من 8,348 وحدة، اللي منفذ من 2014 حتى تاريخه بتكلم في 7,656 وحدة، ما يماثل 90% من إجمالي الوحدات داخل المدينة. تمام. فطبعا ده ادى زود الكثافة السكانية في المدينة سوهاج الجديدة. طب أنا النهاردة لما أجي سوهاج الجديدة اللي من المفترض إن أنت داخل فيها على 1.5 مليون نسمة، انا محتاج ان انا الاقي خدمات، محتاج ان انا الاقي مدارس. عندك كم مدرسة بنينهم؟ وعندك كم جامعة؟ عندك ايه؟ ايه اللي موجود في سوهاج الجديدة يقنعني انا ان انا اكون موجود هنا او ان انا انقل هنا؟ مدينة سوهاج الجديدة هي الحمد لله الخدمات بتاعتها متوفرة، سواء مدارس، جامعات، في مستشفيات، خدمات صحية، خدمات امنيه، ده كله موجود. يعني عندنا هنا بتكلم في عندنا 3 مدارس حكومي، وجاري انشاء مدرستين تاني حكومي، في 4 مدارس خاصه. بالنسبه للجامعات عندنا مستشفى جامع، عندنا جامعه سوهاج الام، باضافه الى في جامعه خاصه بتخدم مدينه سوهاج ومحافظه سوهاج الام. في خدمات بعد كده، عندنا الخدمات الترفيهيه موجوده، عندنا اهتمينا بكميات الحدائق والمسطحات الخضراء، بنتكلم في مسطحات كان منفذ حوالي 25 فدان، مسطحات خضراء فيها منهم. يعني ايه مسطحات خضراء؟
المسطحات الخضراء عبارة إما عن حدائق أو مساحات خضراء ما بين المجاورات مفتوح. أو جزر دي في منها مفتوح ومنها مغلق. في عندنا 2 حدائق مغلقة وفي حديقة عامة مفتوحة. مغلقة يعني حواليها سور يعني. حواليها سور. عشان بتدخلوا بس بتدخلوها مجانا للناس. هذه بنعملها خدمة ميسرة ما فيش عليها دخل. في جزء بيبقى برقم تعريف صغير وفي جزء تاني في واحدة تانية عندي الرقم بتاعها مجاني. طيب كويس جدا. الملاعب بقى الاطفال اللي بتيجي هنا اللي عايزه تعيش حياتها بتمارس حياتها ازاي؟ انا عندنا في ملاعب في كل حي في ملعب خماسي موجود لخدمه المدينه هنا لخدمه السكان. وبرضه احنا ماشيين برضه في خططنا المستقبليه ان مخطط لكل منطقه مجموعه الملاعب بتاعتها بنشتغل معاها طبقا للبرامج الزمنيه. طب باشمهندس بقيه الخدمات انت داخل على 1.5 مليون بني ادم. المستشفى الجامعي خلاص تم بناؤه بقالكم قد ايه بتبنوا فيه؟ المستشفى الجامعي خدت سنتين. خدت سنتين بقى؟ خدت سنتين. هذا الحجم العملاق كله ده اخد سنتين؟ خدت سنتين في تنفيذ فعلا. طيب كويس جدا. ده بيحتاج دكاتره بتسكن وسكن واطباء واجهزه ومرضى هيبداوا يجوا في خدمات نقل في خدمات ان انت تقدر تنقل الناس توديهم تجيبهم. بالنسبه لخدمات النقل الحمد لله يعني المدينه فيها خدمات متوفره. احنا عندنا في اكثر من وسيله للنقل. في عندنا في اتوبيسات خاصه بالجهاز بتبقى لها مواعيد ثابته بتنقل السكان من والى محافظه سوهاج. في بعد كده ميكروباص دي خدمه ثانيه متوفر بتنسيق مع محافظه سوهاج ان هو هنا برضه لخدمه السكان بتنقلهم وتتجول داخل المدينه لنقل السكان من داخل المجاورات. طب بسالك سؤال هي سوهاج الجديده معموله بس لاهالي سوهاج ولا في عندك ناس من محافظات ثانيه؟ لا طبعا هي معموله للاقليم وفي ناس من محافظات بقى اخرى حتى من القاهره يعني موجودين هنا. انا لاحظت ده. موجودين يعني هي عملت عمليه جذب يعني ناس كانت متجوزه في القاهره قالت لك لا نروح نعيش في سوهاج الجديده ونلاقي شغل ونعمل. ايه اقرب اماكن بيشتغلوا فيها؟ مدينة سوهاج هنا في بعض اللي بيروح بيشتغل في البحر الاحمر اللي بيشتغل في جنة في اللي بيشتغل بيطلع بعد كده في اسيوط مسافه من هنا من اسيوط برضه حوالي ساعه ونص طبعا بخلاف ان هو بيشتغل داخل المحافظه نفسها فبيجوا يلاقوا شغل ويشتغلوا ويسكنوا هنا وعيالهم ويكونوا وفرص العمل هنا بالنسبه للساكن هي متوفره بالفعل يعني انا عندي في منطقه في الصين منطقه صناعيه هنا يعني هي صناعات خفيفه موجودة حوالي عندي 97 فدان 307 مصنع موجودين شغالين؟ موجودين شغال منهم حوالي 150 مصنع. مش بيعملوا ايه؟ مش مصانع ايه؟ لا دي فيهم حاجات تجميع اجهزة كهربائية فيهم اعمال كريتال فيهم اعمال اللي هي عمال تنشيف مواد غذائية شغالين يا فندم وساكنين في في سوهاج الجديدة؟ الناس هنا السكان الناس فيهم بتشتغل ساكنة في داخل المدينة. طب ده شيء جميل جدا ده بخلاف انه في بعض الناس منهم طبعا من داخل المحافظة فهي موجودة لخدمة المحافظة وخدمة سكان المدينة. أنا النهاردة لو جيت أقدم يعني دي مباني اوريدي مبنية وأنت بتقولي إحنا خلصنا 80% المرحلة الجديدة المستقبل اللي أنا أقدم فيه. أنا النهاردة اتفرجت على محمد شردي في التلفزيون ومع المهندس مصطفى وانبسطت من سوهاج الجديدة انبسطت من المنظر والمباني أنتوا خلاص ما عدناش بنلزق الناس في بعض. طب انا النهاردة اروح اقدم فين؟ هل في مشاريع تانية؟ هل في مرحلة عندك بتبني فيها سكن جديد؟ هل بتطرحوا حاجة جديدة؟ واحنا حاليا بننفذ 1008 وحدة سكن لكل المصريين في منطقة في امتداد ده اللي احنا كنا بنسميه زمان اقل من المتوسط هو كان متوسط هو سيادتك صح؟ كذا تمام هو هيبقى رخيص للشباب هو رخيص للشباب هو نفسه كان هو النموذج الاسكان الاجتماعي كويس ايوه بالظبط كده اللي هو 90 متر 90 متر مسطح 3 غرف وصاله وحمام مطبخ ده سيادتك وبنعمل طبعا احنا بننفذ المشروع الوحدات السكنيه باللاند سكيب بكامل كافه المرافق بتاعتها. انتوا بتسلموا متشطب مش كده؟ تسليم مفتاح يا فندم. الشقه متشطبه انا دخلت شويه انا ما انت مشطبها بس دي انا قلت ده عشان من زمان. لا يا فندم احنا الجديد كمان بتشطب. سيادتك يا فندم احنا بنسلم الوحده متشطبه داخليا ومعمول برضو اللاند سكيب بتاعها بالكهرباء بتاعت اناره الشوارع في اهتمام وبندخل برضو شركات صيانه دوريه بتبقى بتهتم باعمال الزراعه وباعمال صيانه الكهرباء والشبكات فهي منطقه يتم تسليمها للعملاء. أنا سألت هذا السؤال في كل حتة بروحها واكتشفت إن الدولة غيرت من مفهومها وبقت تسلم الناس حاجات أنظف كتير فيحافظوا عليها أحسن.
هل ده بيحصل صحيح؟ هل الناس بتحافظ على حاجتها؟ توجهات القياده السياسيه بقياده فخامه الرئيس طبعا انه لازم الاهتمام بالواطن وانه يكون السكن سكن كريم، وحاجه التشطيب بتاعه كان بيهتم بالتشطيب تماما الداخلي، وعمال اللاندسكيب الخارجيه برضه، والشكل العام للواجهات بحيث ان المظهر العام ما يجرحش النظر بتاع الشخص او الاشخاص المترددين. طيب عايز اسالك سؤال تاني، انت بقالك كم سنه في الاداره المحليه وكده؟ انا تم تعييني في هيئه المجتمعات العمرانيه في شهر 10 على سنه 2002. 2002 2002. طيب يعني انت النهارده بتتكلم في خبره حاجه و20 سنه. هل كنت تحلم في يوم من الايام ان انت تشوف كميه البنى دي بتحصل حواليك؟ لا طبعا. انا يعني في هيئه المجتمعات العمرانيه الجديده لما انت اشتغلت في بدايه حياتك كمهندس وكده، كان ايه اكتر احلامنا؟ اكتر احلامنا كان هو مجموعه من العمارات او بعض الخدمات، ده كان في البدايات. بعد كده كنا بنشتغل نماذج معينه وبشكل معين. النهارده بتكلم انا عاوز مستوى اعلى، انا عاوز النهارده حتى المستوى اللي هو بتكلم مستوى محدود الدخل كان التفكير فيه، في حتى في اسلوب التشطيب مختلف عن النهارده، اسلوب التشطيب تغير تماما، الوحده الداخليه ومستوى التشطيب الداخلي او اعمال اللاندسكيب الخارجيه او حتى شكل الواجهات، انها لازم شكل الواجهات يتم النظر اليها بصوره مختلفه. سعيد وانت بتشوف ده؟ طبعا انا بحس ان انا كده يعني، انا بالنسبه لي انا مهندس معماري عموما، لما بشوف اللي بعمله ببقى مبسوط جدا، وببقى لما بشوف فرحه الناس نفسها ده بيدي انطباع اكبر من السعاده. بتقعد معاهم؟ ده طبيعي. بتقعد مع الناس وكده؟ طبيعي. بنمر احنا هنا موجود مع الناس هنا، بنشوفهم ونشوف حل مشاكلهم، بنمر مرور دوري. ايه المشاكل اللي ممكن تواجههم احيانا؟ هي دايما مشكله، لو حصل مشكله يتاخر في الميعاد المواصله التحرك لنتيجه انزحام في وقت معين. مشكله حصلت الشبوره، انا شفت شبوره عندكم مشكله في بسم الله ما شاء الله تتقطع بسكينه. لكن المشاكل الثانيه احنا يعني بنسمع لهم ونشوف حل، نتكلم في كل مشاكل حتى لو خاصه. يعني احيانا كنا برضو بنشوف الناس في بعض الساكنين طبعا بيكون عندهم مشاكل اللي هي مرتبطه بالدخل، فبنشوف لو في امكانيه احنا ندور على فرص عمل لبعض الناس برضو بنتعامل معهم. بتقدروا تعملوا كده؟ بنقدر. في نوادي اجتماعيه؟ هو هنا لسه في المدينه، لسه ما بداش النوادي الاجتماعيه، بس بتبنوها؟ بنبدا. بناء، وده هيلم الناس اكتر والشباب اكتر. انا عرفت ان الشباب عندهم ملاعب، لكن هو في هو التجمعات بتبقى دايما في الملاعب. في الملاعب بنعمل دورات رمضانيه. العيال بتلعب كره حلوه في سوهاج؟ طبعا حريف. متاكد؟ بص هناخدها على لا لا لا، في لعيبه حريفه كتير في سوهاج. طيب ماشي، لان انا شفتهم بيلعبوا وانا هنزل اقابلهم دلوقتي. حابب ان انا اقابل اسر من الناس اللي ساكنه هنا، فيا ريت بقى تساعدني في الحكايه دي، وبشكرك جدا على وجودك معايا في هذه الفقره، واسمح لنا بقى نتجول في سوهاج الجديده. الله يخليك، شكرا يا فندم لزيارتكم المدينه هنا، ودي مدينتكم، وشكرا لكل كافه الدعم اللي مقدمينه لمدينه سوهاج الجديده. اشكرك يا فندم، اشكرك شكرا جزيلا. يلا بينا نقابل الناس اللي ساكنه في العماير اللي انا عمال اصورها لكم، علشان ما تقولوش بس بنصور، احنا هنخبط على البيوت نقول لهم بعد اذنكم ايه رايكم تيجوا معانا في الحياه اليوم.